لازمنا نداوي وروحنا بسرعة. احنا ماشي ناس تاع نقعد نهضروا بزاف، لازمنا نداوي والأمة هذه والمجتمع بطريقة سريعة، لأن المجتمع يغرق والغرق هذا راهو سريع جدا، ولازمنا احنا ننقذوا الناس بطريقة أسرع من ذلك. الإيمان بالله إخواني الكرام عنده معنى آخر. شوفوا الآن نبدأك أنا من المعنى الحقيقي بطريقتي أنايا باش تفهموا وش معنى الإيمان، لأنك يقول لك الإيمان هو الإيمان بأركانه، الإيمان بالله والإيمان بماذا؟ بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونقول لك الإيمان في اللغة تصديق جازم، وكان يقول تصديق برك، وكان كذا، ما كان له هذا الكلام. خلينا من الكلام هذا نعطيك كلام شباب تشفع عليه مليح. الآن شوفوا مليح، إبليس قالوا ربي قال لهم أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، غير إبليس ما سجدش. الآن إبليس كيما سجدش واش قال؟ قال الرب سبحانه وتعالى فبعزتك، إبليس قال حلف بربي سبحانه وتعالى، قال له ربي بما أغويتني. شكون اللي قال ربي هنا؟ شكون؟ إبليس ولا شكون؟ إبليس. إذن إبليس يؤمن بالله، إبليس يؤمن بالله، ياك القرآن اللي حكى لنا ماشي أنا نحكي. إبليس عباك واش قال تاني؟ اعترف باللي ربي اللي خلقه تاني. كيما تقول لي انت نقول لك شكون خلقك؟ تقول يا ربي. انت تظن بلي انك انت امنت بالله كي تقول هذه الكلمه. ابليس يعترف ان الله قال خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم ابليس قال فبعزتك، وقال خلقتني، وقال ربي، وقال بما اغويتني، وعلى باله دير في باله بلي لي حاكم الارواح شكون؟ ربي. قال له فانظرني الى يوم يبعثون. زاد طلب من ربي باش يخليه يعيش حتى يوم القيامه. إذن إبليس يؤمن إيمانا بأن الله خالق وأن الله عزيز، قال فبعزتك، وأن الله عز وجل هو الذي بيده الآجال تاع الناس. إذن كاين بزاف ناس وإن شاء الله تكون فهمتني عندهم إيمان كيما تاع إبليس، وراه يظن في روحه بلي راه مسلم مليح أو ماشي مليح. سما كاين بزاف ناس يقول لك مولاها ربي ورزق على مولانا وربي اللي خلقنا واللي خلق ما يضيع وعمرنا راي في يد الله، وبعد يقول لك كان يهبط ربي ندير له ندير له. هو نفس الانسان اللي كان يدير هكذا هو اللي كان يقول هكذا. اذا كاين غلطه في الايمان، كاين غلطه في الايمان. الايمان ليس ان تؤمن بان الله موجود، الايمان موش انك تؤمن ان الله اللي خلقك. ثم مازلك تدور مع ابي لهب، ابو لهب عارف باللي ربي اللي خلقه، وكفار قريش كلهم على بالهم باللي هو ربي يخلقهم وهو يرزقهم، على بالهم كلش مليون عند ربي. كي قال لهم عليكم تعبدوا في الاصنام، قالوا له ما نعبدها الا لتقربونا الى الله زلفى، يعني ما حابين نوصلوا عند ربي على هذيك درنا الاصنام. ودوك اللي راهو يعبد في سيدي فلان وسيدي فلان ودير قبر ويدور به، هذاك الانسان كنت تروح يقول لك لا لا هذا انسان راهو ولي صالح برك، حنا راهو حاب يقربنا لربي عز وجل. اذا الان واش دار؟ واش صرا له او دار بلي ربي لازم له بروتوكولات باش نوصلوا عنده؟ اذا موش ايمان حقيقي، هذا موش ايمان حقيقي. تعرف الايمان أن ترى الله في كل شيء، ماشي معناتها الحلول. أن ترى الله له يد في كل شيء. الله معكم أينما كنتم بماذا؟ بعلمه وبقوته وبجبروته. الله مستوي على عرشه فوق سبع سماوات. ولكن لا نرى شيئا في الدنيا إلا والله نراه نراه نراه، نشوف فعل الله. شوف كي إنسان يكون يمشي يجي يطيح يشد. تما أنا عارف بلي كاين رب. بلي ربي سبحانه وتعالى عطاله فعل لا إراده وحكمه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. ربي دار له ملائكة يتحفظ فيها، حط له ملائكة، يعني عرفت هنا باللي كاين رب راهو حاط يده في كل مكان والأثر تاعو في كل مكان ويدبر الأمور في كل مكان. من يبدا الإيمان الحقيقي؟ ماشي ربي وبعدها تروح انت ضاقت بيا الأمور ما لقيت ما ندير سرقت، وراه ربي. أنا ما آمنتش، مازال ما آمنتش، مازال الإيمان تاعك راه كيما تاع إبليس. إذا شفت الإيمان من نبداوه؟ نبداوه منا، مش ما نكذبوش على روحتنا. ما نبداوش نقولوا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ومن بعد على بالنا بلي ربي هو اللي كاين وربي اللي خلق الناس وربي اللي يدبر أمرهم وربي اللي رزقنا والسبع سماوات تاعو وهو عظيم والمخلوقات هذه هو اللي خلقها هو العظيم هو كذا. ومن بعد واش كاين؟ فكي يجوا نطبقوا أو افتح قدامي حانوت ندير له سحر. ما كاش ربي هنا تسمى. ما كاش نحيناه ربي من الحكاية كاع. سما إذن ربي أن يكون معك دائما. قال الله عز وجل لموسى كلا إنني معكما
أسمع وأرى. هو الإيمان تاع الله الحقيقي، أن تؤمن أن الله هو المهيمن مسيطر على كلش. شوف الرمشة تاع العين تاعك، والله غير ربي هو اللي يتحكم فيها. أنت كيف ترمش هكذا؟ ربي يتحكم، يعني هو ربي عز وجل الذي يأذن لنا أن نتحرك أو يأذن لنا أننا نحبسه. مشلول كان مرض الشلل، وكان مرض الحركة المفرطة. مرض الحركة المفرطة هو عبارة عن مرض يبقى الإنسان يتحرك حتى ولو يكون راقد، ما يحبسش، ما يحبس كامل. شفتهم أنا في المستشفى، شفتهم، زرتهم وشفتهم، ما يتوقفوش حتى كي يكونوا راقدين يبقوا يتحركوا، ما يحبسش. شوف حنا هكذا راك حبس، هو ما يحبسش هذه الحبسة، ما يحبسهاش، يبقى يتحرك، يدو راسه هكذا يبقى غير يتحرك حتى كيرقد. قلت لها يماه شحال في عمره؟ 12 سنة. قلت لها في الليل يبقى هكذا؟ قالت لي يبقى هكذا ليل ونهار 24 ساعة، 24 ساعة الأم تعس فيه. نعمة العافية اللي رانا فيها حنايا. هذاك واش دار؟ ما أذلوش ربي باش يحبس، خليها غير يتحرك. واحد آخر مشلول 100%، يتمنى يتحرك حركة كيما تاع هذيك ما يتحركهاش، حابس، لم يأذن له الله في الحركة. أنتايا الآن بصحتك وعافيتك الله يديمها علينا وعليك، تتحرك كيما تحب وتحبس كيما تحب بإذن من عند من؟ الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد العملي، التوحيد اللي يمشي معنا في حياتنا اليومية، ما يقعدش داخل كتابات، ما يبقاش مع المتون، ما يبقاش مع التقسيمات فقط. هذيك عبارة عن دراسات نكون بها طلبة العلم، نسهل بها الحفظ، أمور بصح لا مش هذا هو التوحيد الحقيقي. التوحيد الحقيقي يمشي معك. الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان نروحوا اسم الله الرحيم، اسم من أسماء الله الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كلمة الرحيم، رحمن ورحيم، هذا الرحمن الرحيم تفيد الرحمة. لو كان نروحوا الكتب وش نلقاو؟ نلقاو اسم الله الرحيم، هو اسم من أسمائه الحسنى، والرحمة لا تعرف بحال، تعرف بأثارها، لا تعرف بذاتها، ما تتعرفش بالحد، تتعرف بالأثر. يعني الرحمة تقدر تقول وش معناتها الرحمة؟ وش هي الرحمة؟ وش هو الفرح؟ كاين أمور ما عندهمش تعريف، نعرفوهم بالأثر. نقول لك عرف لي الفرح، تقول لي الفرح معناتها إنسان يضحك، نقول لك لا الضحك هذا آثار الفرح. وش هو الفرح؟ تقول لي الفرح انشراح الصدر، نقول لك لا انشراح الصدر هو أثر تاع الفرح. ما عندوش تعريف الفرح، عباك عليه ما عندوش تعريف، لأنه كاع نعرفوه ما عندوش تعريف، لا يوجد، اطلع وهبط ما كاش تعريف. وكان نقول لك أنا عرف لي الرحمة، تقول لي الرحمة هي العطف على الناس. لا العطف على الناس، لأنك أنت رحيم عطفت على الناس، ثم العطف هو آثار ماشي تعريف الرحمة. إذن يقول العلماء الرحمة ما عندهاش تعريف، عندها آثار، وآثار رحمة الله تبارك وتعالى ننظر إليها في البشر شوفوها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لنا، قال لنا لله 100 رحمة، خبانا 99 وخلانا واحدة في الدنيا. قال وذاك ما تجدون، يعني حتى إن الفرس لا ترفع حافرها على ولدها، الفرس كي تولد يخرج منها الجنين هذاك، وش تدير هي؟ تبدأ تساعف وترفد رجليها باش ما تعفسش الجنين، كون تعفس عليه في اللحظات الأولى يموت. تبدأ ترفد في رجليها بلا عقل الأم هذيك باش ما تقتلش الفرس تاعها، هذاك اللي زاد جديد. الفولو هذاك رحمته أمه، يعني رحمته أمه، قال النبي اسم هذاك، هذيك الرحمة تاع الأم راهي داخلة في الرحمة الوحدة تاع ربي اللي قسمها على الدنيا كاملة، يعني هذيك من الآثار. ما عرفناش الرحمة، قالنا بلي ديروا مليح بالكم بلي أنت كي تحنن على وليدك، هذيك داخلة راه شغلنا متقاسمين، هذيك الرحمة وحدة تاع ربي اللي عطاها لنا الدنيا كاملة، و99 مخبيهم لنا يوم القيامة، نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. إذن الآن هذه رحمة ربي. شوف الآن العلماء كيعرفوا الرحمة مثلا في الكتابات، نروحوا نفتحوا الرحمة نقرأوا الرحمة من رحمة وتفيد الساعة وتفيد كذا وتفيد كذا، نبدأ نقرأوا نقرأوا نقرأوا، ومن بعدها هذا اسم الله، ومن أسمائه الرحمن والرحيم، والرحيم رحمة، رحيم رحمة خاصة، يعني بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك أما الرحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة، وهو رحمن مد رحمة حتى الكفار يرحمهم، يعطي لهم الماء يداويهم كذا. إذن أنت قريت، بصح كي تخرج برا نشوفوا تعريف تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، التوحيد الميداني، التوحيد العملي تاع الميدان، الميدان اللي تذوقه تاع الصحة حياتك اليومية، اللي يطيح الدمعة كي تحس به،
وتولي تحب الله تاع الصح. الرسول عليه الصلاة والسلام واش دار؟ شاف امرأة بعد المعركة تبحث في الولاد في الموتى، لقات صبي صغير قيل انه ابنها ولا ماهوش ابنها. المهم هو واش دارت؟ رفدت هذاك الطفل الصغير وحطته في ثديها، وكان ثديها يسيل باللبن بالحليب. واش دارت؟ رفدت الطفل هذا وحطته في ثديها وحضناته وعطاته يرضع. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف اللقطة، شفت الناس عايشة مع الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام عايش مع ربي في كل لقطة، يعني كل يوم يدي الدروس. هذا لازم احنا نعيشه، لازم كل ما نشوفه لقطة نشوفه باللي كان رب راه يتصرف في الدنيا هذه، باش نزيدوا نحبوه ونزيدوا نخافوا منه ونزيدوا نطمعوا فيه ونزيدوا نتقربوا منه ونحبوه أكثر وأكثر. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان اللي يتغذى كل يوم، مش تاع كتاب وتغلق الكتاب. الإيمان هذا هو الحقيقي. قالوا من النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم هذه طريحة ابنها في النار؟ قالوا: مش رأيكم الأم هذه تقدر ترفد وليدها تحطه في النار داخل النار؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ولا أحد منا يستطيع أن يحمل ابنه يحطه في النار. قال لهم: شوفوا ما لا، لله أرحم بعبده من هذه على ابنها أن يقذفه في النار. يعني تما تولي تعرف ايش معناتها الرحيم، تما ذقت ايش معناتها الرحيم، معناتها ربي راح يرحمني اكثر من امي. امي هذه اللي تبات تسهر عليا وتتعب وكذا، ربي راح يرحمني اكثر منها. اذا مادام ربي يرحمني اكثر منها، خلاص انا ذقت رحمه الله. معناتها كامل ايش راهو يدير لي؟ خرجوني من الخدمه، طحت، امرض، ما صحت ليش في هذه، صحت لي هنايا، ديت هذيك ما ديتش هذيك، كنت ناوي نجيب هذيك الحاجه ما جاتنيش. المهم كامل واش هذوك اللي تقول انتيا وبعد ديرنا ستوري بلي انا شوف انا ما عنديش زهر، انا كيما هذاك تشوف فيها انا ما عنديش زهر انايا، كي دير انت هذوك كامل راك تظلم في ربي سبحانه وتعالى. كل حاجه رحمه، كل حاجه رحمه. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. اذا انت نسالك سؤال، لو كان يقول لك تحب يختار لك الله ولا تختار روحك؟ واش تقولنا انت؟ يختار لي الله. بصح في العمل رانا نكذبوا، في العمل نقولوا علاه يا ربي، علاش غير انا ما عنديش زهر؟ باين انا زهر، يعني كي لحقت غلقوا الباب، غير لحقت قال لي لاجون سيكيورتي غلقوا، غلقنا. باينه بلي كي تلحقون تلحق انا غلقوا، باينه. علاه واش كي تقولنا باينه واش معناتها؟ تقولنا بلي ربي كونطرا عليا، تقولنا بلي ربي ما يعرفش يخير لي. اذا الان كل حاجه راهي تصرى لك في الحياه، قال النبي عليه الصلاه والسلام جبريل، وبهذه الطريقه لازم نقراو الاحاديث تاعنا حنايا باش نفهموا. جاء جبريل قال له: ما الايمان؟ قال: الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وان تؤمن. عاود هاك المعنى، شوف الاخرين كامل. ان تؤمن وحده وحده، ان تؤمن الفعل الشرط هذايا ذكروا مره وحده، وبعد جاب به ماذا؟ الايمان بالله ملائكته وكتبه ورسله، كاع بالواو، وكتبه ورسله، ما قالوش وان تؤمن بكتبه، قال وكتبه ورسله واليوم الاخر. ومن بعد وان تؤمن بالقدر خيره. القدر، الايمان بالقضاء والقدر فرزوا وحده، عطالوا كلام وحده، وهو دخل في السته، بصح هو عطالوا صيغه وحدها، قال وان تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا يفسر حديث واحد اخر تاع النبي عليه الصلاه والسلام، قال لكل شيء حقيقه. احنا نحوسوا على الحقائق، نحوسوش على الصوره، نحوسوا حقيقه. قال لكل شيء حقيقه، وحقيقة الإيمان. شوف راح يخرج لنا ليكستري هنايا، راح يعطينا ليكستري، راح يعطينا الأصل تاع الإيمان وشن هو. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لخص لنا كامل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل في القدر. القدر علاه القدر؟ القدر هو عبارة عن صورة عملية من عند الإنسان تعطينا قيمة الإيمان تاعو كامل. كما نقولوا احنا سيتان تيست، نحبوا نجربوك واش تعرف انت في ربي. في القدر تبان، في القدر تعرف. لذلك يوسف عليه السلام علم أن الله لطيف، يعقوب أبوه علم أن الله قوي. قالوا له: واش راك تبكي؟ طفل راح أكله الذئب. قال لهم انما اشكو بثي وحزني الى الله. قال لهم بعد زاد راح طفل الاخر، كي زاد راح الولد الثاني. الان انت كي تجيك ضربه مور ضربه واش دير؟ خلاص
ربي ما نجانيش في الاولى بينما نجينيش في الثانيه، كيعطاني ضربه ومازال تفتح عليا في الاولى، راني مازال نتوجع وزاد لي ضربه ثانيه، نفقد ليا سنه في الله خلاص. علاه؟ راني ضعيف الايمان تاعي. بصح يعقوب غير زادت الضربه الثانيه قال هذا مادام راه يعطيني في الضرابي راح يعطيني حاجه شابه. يعرفوا، يعرف الله مليح، احنا ما نعرفوش الله، هو يعرف ربي. واش قال؟ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. شغل كي زادت جات الضربه الدوزيام زاد الطمع في الاولى اللي راحت. علاه؟ لانه عارف بانه الامور تمشي بيد الله. كي جات الضربه الثانيه زاد قوى الايمان، عاود جاب ريكيبيرا الاولى، عاود جابها، قال عسى ان ياتيني بهم جميعا. هذا هو الايمان الحقيقي. كي تجي تبدا الضرب قول هنا المؤمن يبتلى على قدر ايمانه، جات الاولى الثانيه الثالثه كاين حاجه بيني وبين الله، لازم نسقم روحي مع الله وتمشي مع ربي عز وجل. قول هذا خير اختاره الله، لو كان اختار انا نفسي نظلم، كان انا يا ربي يعطينا والله غنظلم روحتينا، نظلم روحتينا ظلم كبير، لان الانسان عجول قتور خلق ضعيفا ما يعرف والو، الانسان ظلوم. لو كان يخير روحه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، ربي من ذاك يخليك من ذاك تخير روحك كما قال ابن القيم رحمه الله. وتتحط روحك في السجود تقول أنا في مكة ودعاء مستجاب وراني صايم، ويا ربي يعطيني هذيك السيارة، يا ربي يعطيني هذيك الزوجة، هذيك بدات فلانة بنت فلان، ومن بعد ربي عز وجل يدلك فيها جهنم، هذيك يحطك فيها جهنم ويخليك يعطيها لك، ومن بعد يقول لك ربي ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الإنسان هو اللي دعاه وقال، لذلك قال الله عز وجل واسألوا الله من فضله، قل اللهم يسألك من فضلك، اللهم يسألك خيرا. إلا كان حددت هذيك الحاجة قلت يا ربي أعطيني هذا التليفون، هذا التليفون، إلا 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 بريسيزيت وقلت هذه بدات، قل إن كان فيها خيرا في ديني ودنياي وعاقبة أمري، إلا ما فيهاش الخير ربي يصرف عني كما دعاء الاستخارة. أما إذا كان حبيت تدعي الخير قل اللهم يسألك من فضلك العظيم. أحيانا يكون رزق هي العافية، رزق تاعك هو العافية، العافية شحال تبيح أنت هذوك، شحال تبيحها والله، ما تمد السومة، ما تمدش مستحيل، شحال تمد الكبد تاعك، والثانية شحال تمدها، والكبدة والراحة، ونحيولك نبدأ عباك نبدأ نحيولك في العافية، تمد لنا الكبدة نعطولك 10 ملاير، نزيد لنا الكلية نعطولك، ومن بعد تبدأ أنت تروح، غير تمد تبدأ تروح، يبدأ السطر يبدأ كذا، ومن بعد تبدأ تحسب في الدقائق باش تموت، ما دير بهم والو. إذا العافية تسوى بزاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أتي عبد بعد نعمة الإسلام من العافية. العافية حاجة كبيرة. إذن الرزق أحيانا قد يكون عافية، قد يعطيك من بعده ويبتليك، يقول لك روح تعد بيه، نعطيك دراهم هاك دراهم، أي روح بقى يجري منا وروح وضارب، ومن بعد يدخلوك يجيبوا لك هادو، ومن بعد يجوك ناس واحد أخرين، بعد عصابة واحد أخرى، ومن بعد يدخلوك معاهم، ومن بعد تولي في متاهة، وتقول كنت لاباس، كنت مع ولاد الحومة نقصر لاباس عليا والعافية، ودوكاني بلا طونسيون نركض بالكاشي، وعندي هذه عندي مشاكل عندي كذا عندي كذا، وعندي السكر وراح ندير عمليه وكذا وراح نخلص عليها، اكمل عافيه ربي عافاك. الرزق ما تدري انت ما هو الرزق، الرزق ما كاش بكري ما كانوش دراهم، الرزق احيانا يعطيك ربي ولد يصلح لك به ربي عاقبتك، تموت وهو يبقى يدعي لك، هذا رزق عظيم. الرزق احيانا نعمه البصر رزق، ونعمه الصحبه الصالحه رزق، ونعمه الوالدين رزق. شحال من انسان يتمنى يقول ابي وامي ما يقولهاش مسكين، وانت تقولهم في زوج عندك. ونعمه الزواج رزق، كاين ناس مش متزوجين انت متزوج. ونعمه الذريه رزق، كاين ناس متزوج ما عندوش الولاد تاع عندك الولاد. نسال الله يبارك لك فيهم ويرزق الله عز وجل كل محروم. اذن الان شوف كاين نظرات غالطه بدلت لنا الصوره تاع الايمان. كاين نظره لينا الدنيا هذه انا غالطين فيها بدلت لنا. تعرف كاين رب فوق سبع سماوات انت تثق فيه، هو يدبر امرك انت تطلقها ما تخافش. كما قلت انا له البارح، السائق كيكون سواق مليح وانت راكب معاه في البيس في الحافله ولا في الطياره، انت عارف بلي هذا الانسان راهو يسوق رايح جاي، تقول هذا الانسان سائق طائره، هذا وضارب بالك عنده واحد 7000 ساعه ساقها، هذا حياته 30 سنه هو بيلوت، مشى الدنيا كامل طيارات كاع ساقهم. انت كي ترقد طلع في الطياره ترقد مرتاح، وهذيك الطياره في حين انه يقدر زاوش يطيحها. ولو كان يجي واحد يقول لك على بالك الطياره هذه البيلوت اليوم الرحله تاعو الاولى، والله ما ترقد، انت
ترقد يقولك اليوم عبك اللي يسوق بنا استاجر. احنا هكذا صرت لنا خطره جايين من العمره قالوا لنا استاجر راح يبدا يسوق معليش راح يهبطها. ما ترقد ما تاكل حطوا لنا الماكله قلنا اني صائم تسمى تخبز تاكل سين استاجر. حنايا هكذا صرت لنا كي تكون جاي انت في طريق طويل في الحافله ترقد مرتاح تقول هذا شوف هذا السواق هذا راهي رايح جاي روتي سيد رايح جاي مرتاح ترقد انت حاط ودنك هكذا وراقد ما تخافش. حنايا لو كان نديروا مع ربي هكذا نسلكوا نقولوا الدنيا دي شكون يسوق فيها الله شكون يبدا يسوق الارزاق للناس الله شكون يدبر لك امرك الله شكون يدفع عنك الضر حبوا الناس يكيدوا بك شكون يدفع عليك الضر الله وشكون يجيب لك النفع الله عز وجل. ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. واش دير نتايا ترتاح راحه تامه. دوك حنايا كي نعتقدوا بلي راه لي سوق الدنيا كامله هو الله حنا نرتاح ونقولوا شوف ربي امور الدنيا ماكلتنا شرابنا رزقنا حالتنا صحتنا كذا مناي عندك حنا مرتاحين حنا والله ما زيدوا نفكروا فيهم هذوما هذو نديرهم غير السبات تاعهم نوض الصباح نخدموا ولو بصح الهم والله ما نديرهم فيها منا حنا واش نروحوا نتلهاو عندنا هم كبير انا مشغولين به هو كيف سنموت. على هذيك نروحوا نديروا نعمروا مساجد الله ونصلحوا انفسنا ونصلحوا اخلاقنا ونتربى ونستقيموا على طاعه الله تما تمشي حياتنا. ومن بعد الامور الهم لا علاش جانا السكر ولا طونسيون الامراض المزمنه والسرطانات والدنيا والقواطر وهذوما الامراض المزمنه منين جات؟ جات من سوء العقيده ما كاش راحه. واي واحد تروح يقول لك ارتاح لازم تريح روحك ما تجيش تقلق روحك حبس استنى لا طونسيون تطلع لك. ومنين جينا القرقه حنايا كي نديروا بالنا بلي السواق ما يعرفش يسوق حنا انا دايرين بلي ربي ما يقدرش يرزقنا والله غير هكذا انا دايرين على هذيك ولينا نقول لك حنا نجيبوها دوك نجيبوها استنى باش نجيبوها بالسحر والرشوه والربا والكذب والخدع والسرقه نروح نجيبوها نسينا الله نسيناه. هذا هو الايمان الحقيقي. الايمان الحقيقي هو اللي يبدل الامه كي نعودوا نتعاملوا بهذه الطريقه. شوف الانبياء ياك راكم تقراوا قران هذه الايامات في رمضان ياك بصح انا نقول لك حاجه انا نقرا واحد القراءه القران دبنا له رانا نقراوا قراءه سطحيه قراءه. قال النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء اليهود والنصارى معهم التوراه والانجيل ويقرؤونها شوف يقرؤونها ويقرؤونها ابناءهم عندهم مدارس قرانيه كما احنا ثاني وابناؤهم يقرؤونها ابناءهم يعني ورثوها ولا يعملون بشيء منهما انما العلم العمل. يعني القران كل ما نش ندبروا فيه ما يمشيش الايمان ما يطلعش. هذا القران اللي تقرا فيه انت وتختم فيه رمضان شحال من خطره هذا راه ايمان قوي يربيه لك لو كان جيت تدبر القران. يعني افلم يدبروا اياته. الان نروحوا للقران واش ذكر ربي شخصيات في القران؟ اذكر واحد الشخصيات عجيبه هم شخصيات الانبياء وكاين بعض الشخصيات صالحه مثل لقمان مؤمن آل فرعون هذو شخصيات ماشي انبياء ولكنهم هذ الشخصيات هذوما عندهم حاجه مع ربي كبيره. مريم عليها السلام هذو ماشي انبياء ولكن امراه عمران اسيا امراه فرعون هذو شخصيات صالحه بصح عرفوا الله كي عرفوا ربي مليح دارهم ربي بالاسم وحطهم الله عز وجل حطهم لنا في القران الى يوم القيامه لانهم عرفوا الله باش يحط لنا نموذج من الانبياء والصالحين ليعرفوا ربي كيفاش يتعاملوا كيفاش يتعاملوا مع الله. شوف امراه عمران مريم في بطنها قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. عايشه مع الله عايشه مع ربي سبحانه وتعالى والجنين في بطنها. لما الان ولدت مريم قالت ربي اني سميتها مريم واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. امراه عمران لو كان نروح نجيبوها نحطوها معايا يماتنا نلقاوها امراه تاع خبز وكسره وكذا ما قرات ما شافت صح عندها عقيده خير من الدكتور في العقيده عندها عقيده عظيمه. يعني الان شفنا احنا ناس قاريين بزاف 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 قراوا لدرجه كي تقول هذا عبك هذا قريب يهبل من القرايه هذا انسان مثقف ثقافه كبيره هذا مستوى هذا. ومن بعد يزيد عنده طفل واش يدير له؟ يجيب له معاد البيجوتي خمسه صغيره هنا يديرها له الخمسه هي اللي راح تحفظه. كاش لا عقل والو ما كاين ما عندوش عقل نهائيا. وهذيك المراه هذيك اللي ما قراتش امراه عمران
عجوزه كيما احنا كيما يمتنا، امراه تاع الدار عادي، ما قرات ما فتحت كتاب ما دارت والو، عارفه بان الرب هو اللي يحفظ، وعارفه ان صالح الذريه راهي بيد مولانا، وعارفه ان الاولاد هذو والجيل هذايا الى تهلكوا راح يهلكهم عدو واحد هو ابليس. فقالت اني واني اعيدها بك وذريتها ممن؟ من العدو الاول، العدو اللي هو الشيطان، من الشيطان الرجيم. معناتها قالت له يا ربي الاولاد نتاعي هذو ما راهم في عنايتك، انت اصلحهم، حطهم لي ناس صالحين. عارفه بان الله هو اللي يدبر كل حاجه في يده. احنا اليوم نتخذوا الاسباب، قريها جريها كذا، ما نعرفوش يدو، نقول الله ما اصلح لي في ذريتي. ما على بالناش، نسينا الدعاء، نسينا باللي الرب هو اللي يدبر امورنا. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام مشى ربي عز وجل راح دار له موعد، وواعدناه بجانب الطور، دار له موعد ربي باش يتلاقى معاه. كي راح موسى عجلت اليك ربي لترضى، موعد مع الله راح يجري، خلى القوم تاعو، خلى هارون قال له اقعد معاهم دوك نجي انا، راح عند ربي بجانب الطور، عندي موعد مع الله. وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر، 40 ليلة. راح موسى يجري عند الله سبحانه وتعالى وينتظر شوق، شوق يحب الله، حاب يشوف الله. قال له ربي أرني أنظر إليك. شفت أنت واحد يحكوا لك عليه بزاف، هو عارف ربي، يعرف ربي، موسى رسول الآن هو يعرف الله، هو الآن حب يشوف ربي. علاه قلت اللي يحب الله حب يشوفه. إذن أنت الآن كي تشوف موسى عليه السلام دار موعد مع الله، ربي وش قال له؟ ربي دار له الموعد باش يحضره ليلتقي مع فرعون. مهمة عظيمة جدا، راح يتلاقى موسى مع فرعون. يعني أنا كنت مربي بيبي عند فرعون، ودوكا كي كبرت راح نتلاقى معاه، راح نقول له أي ماشي أنت هو الله، أنا رسول بعثني ربي باش نقول لك بلي أنت ماشي ربي، أك غلط يا فرعون، أك غلط. وفرعون عبوكش معناتها كلمة فرعون ماشي اسم، فرعون هو لقب، لقب لقب لأطغى وأقوى إنسان في الأرض. يعني ما تقدرش تشوف فيه وجهه، ما تقدرش تشوف فيه، يعني تموت، يقول لك موت تموت وحدك بلا ما يقتلك من الخوف، يعني عنده رهبة كبيرة. وموسى تربى وين؟ تربى في القصر، ويعرف طغيان تاع فرعون، يعرفه. كي قال له ربي اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ربي قال لهم إنه طغى، ربي قال لهم أنا عليم أنه طغى، راهو طاغية هذا فرعون. وقالوا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هما قالوا له في موسى وهارون، قالوا ربي قالوا له إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، يزيد يطغى علينا. هذا وماهوش إنسان تقول له أنت قول لين ولا تروح تقول له أنا رسول، لا ما يسمعش هذا الإنسان، راسه يابس وطاغية، وش لازم له؟ ربي عز وجل قال لموسى، قالوا لازم لك ندير لك واحد الدرس، تولي تعرفني مليح باللي كل شيء في يدي، باش تما تقدر تروح تجابه اي حاجه. احنا عبوك شحال عندنا من فرعون في وجهنا، عبوك شحال من حاجه عندنا، فرعون عندنا فرعونات بزاف حنايا، عبوك شنو هما الفراعنه تاعنا اللي راهم مخوفيننا ودايرين لنا الاكتئاب، نحونا الضحكه من وجهنا. المستقبل غدوه، غدوه فرعون كبيرك خايف منه نتايا، اقدر غدوه هو يغلب ربي على هذيك خايف. انت داير باللي المستقبل والدنيا غلات والغلاء وهذيك شتو كون يزيدوا يزيروا عليهم مليح ويقولوا الغلاء، هكذا تخاف نتايا، تخاف منه. هذاك هو اللي الفرعون تاعنا الكبير حنا. انا دايرين بالنا باللي المعيشه الغاليه تغلب ربي، ماناش دايرين بالنا باللي كلش تحت سيطره الله، نسينا كلمه المهيمن، كل شيء تحت يده. موسى راح عند ربي، ربي دار له درس باش يزيد له الايمان، باش يولي يجابه فرعون. حنا هذا الدرس نسحقوه دركا في زمان كيما هذا، وين كثروا ناس بزاف، ناس قباح بزاف، ناس يخوفوك، وبزاف عندنا الغوال لينا خايفين منهم. واحد خايف من الزواج، الزواج مسؤوليه وغدوه واعره، وراح يخلص البترول ويغلى الشيء، والدينار مازال يزيد يطيح، والدنيا كامله انا خايفين منها. واش تزيد انت دير؟ تزيد تطغى اكثر واكثر في الدنيا، تولي قلبك يتعلق بالدنيا وزيد تهلع اكثر، وزيد ينقص ايمانك، وتولي اي حاجه يساوموك فيها الشياطين تطلق الحبل عادي. علاه؟ لانك خايف. يجي يقول لك هذه على بالك، شوف دوك تخدم بالحلال
4 ملايين في الشهر. بعد انا 4 ملايين في الشهر الكرا عندي هذيك منا ندير الحسابات الفليكسي الانترنت سمي بقاو لي شحال 800000. شحال باش ندير الدار باش نتزوج 800000 شحال 30 سنه ولا 40 سنه. ومن بعد شحال باش نبني دار؟ اه ولا لا صح نبدلها لك هذه الحلال ما يخرجكش. انا نجيب لك شوف تبيع طرف الزطله ولا تبيع الكاشيات في شهر 300 مليون. هذه مليحه هذه من الاول قلنا هذه من الاول. سمع واش كاين حاجه هنا ما كاش ربي هنا في اللحظه هذه كي انا وياك نتساومو ربي ما كاش نهائيا. اشتريك الرزاق هذيك كذب في الكذب انا نقولوا فيها. سمع شوف التوحيد العملي هو اللي يخليك تشوف روحك لا كذاب ولا لا في العمل في الميدان. اذا موسى ربي جابه قال له ارواح ندير لك درس مليح لا كتابات لا قرايه لا ستيلو لا والو تفهم مليح. قالوا واش هذيك اللي في يدك؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ واش قالوا موسى؟ هي عصايا قالوا عصا مطرق تاع زيتون وخلاص. واش قالوا؟ هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي وفيها مآرب اخرى. قالوا القها يا موسى. ربي يحب يوري له باللي كاين واحد الحاجه في يدك تافهه ما عندها حتى قيمه. نبين لك باللي هذيك الحاجه انا نتصرف فيها. يعني اللي كنت تشدها بيدك هي ماهيش في يدك هي في يدي انا. هي عصاياك. وما تلك بيمينك. على بالك باللي القبضه تاع الانسان هي كامل هي يمينه. يدك هذه. تليفون الفولون كذا الفيتاس كلش يدك يدك هي كلش. هي كلش. يعني تشدها كيما حاب تسوق اليد هذه هي كلش. تحكم واحد جيبو تحب تضربو باليمنى كيما حبيت اليمنى هي كلش. ما تلك بيمينك ليك مسيطر عليها يا موسى وليك حاكمها ودايرها بلي تاعك انت وتحركها كيما حبيت. العصا هي عصايا تاعي. قالوا ربي هذيك تاعك انت عصاك ليك شدها انت بيدك واك داير في بالك بلي نتايا تتحكم فيها كيما تحب. دوك نوريك بلي انا نتحكم فيها كيما نحب بلي كلش انا نتحكم فيها. اذا قالوا القها يا موسى. القاها ربي حولها الى حيه تسعى الى حيه تسعى فاذا هي حيه تسعى. موسى واش دار؟ خاف. قالوا لا تخف خذها ولا تخف. قالوا دوك نزيد نوري لك بلي الحيه انا تاني نتصرف فيها. تصرفت فيها كي كانت عصا ونتصرف فيها كي كانت حيه. قالوا خذها ولا تخف. الان موسى كي يكون راح ياخذها واش تكون حيه ولا عصا؟ واش رايكم انتوما؟ حيه. وكان ياخذها هي عصا تولي ما عندها حتى معنى الحكايه. لا قالوا ربي روح خذها ولا تخف. لو كان جات عصا ما يقولوش لا تخف. يعاود يرفدها عصا نورمال مولف يرفدها. بصح دوك الان حيه قال له روح خذها خذها سنعيدها سيرتها الاولى. هنا الدليل بلي كانت حيه. قالوا كي تاخذها انتايا سنعيدها سيرتها الاولى. انا شوف هنا سمحوا لي على المثال ولكن نحن نمثل حاله بحاله ماشي بالله نمثل حاله واحده اخرى باش نقرب لك المفهوم. لو كان انا دوك اني مربي هكذاك شبار جيرمون ولا كاش حاجه حاطه قدامي مربيه مليح مدريسيه وتجي انتايا تقول لي يا باك شدوا شدوا نقول لك ما تخافش ارواح مسوا تشوف مسوا ما تخافش انا اللي مدريسيه ونقول له ما تمسوش ما تعضوش انت تمسوا. ايه تقول لي والله غير ما شاء الله راح لي الخوف. انت يا الامان منين جاك؟ على مسيتو؟ من الكلب ولا مني انا؟ مني انا. لانك تقول انت مادام هو متحكم فيه ومربيه اذا انا الكلب ما يهمنيش انا كي نمسو هاو اللي عطاني الثقه. اذا انت تعرف بلي انا صح راني متحكم فيه. تولي خلاص في امان ترتاح في امان. الله له المثل الاعلى سبحانه وتعالى. كي راح موسى حكم العصا حكم الحيه غير دار لها هكذا ولات عصا. تما موسى فهم الحكايه فهم الايمان اللي لازم نحتاجوه كامل حنايا فهم باللي ربي هو اللي يسيطر على كل شيء. اذا ما لا موسى تما ضربها في راسه خلاص فهمت. سما فرعون انت تاني تحكم فيه. سما فرعون تاني انت اللي تحكم فيه مادام تحكمت انت في الحيه. فرعون انت تاني تحكم فيه. قالوا اذهبا انني معكما اسمع وارى. قالوا روح راك تحت السيطره روح روح ما تخافش كامل. مشى موسى وتكلم مع فرعون وقال له انت ماكش ربي نهائيا. ورايح موسى على بالكش عنده قضيه راه يشرشي او قاتل نفس من قبل موسى. وراح وقف مع فرعون
وقالوا فرعون وربينا في ربيناك فينا وليدا، قالوا انت يا نار ربيتك الامس وقتلت نفسا بالامس، قالوا انت تربيت صغير كذا وجاي لي تقول لي. وجابهم بعد ذلك موسى وقالوا عندي ايات، وجاب السحره، ولما طاغ عليهم فرعون هرب موسى مع قومه فرارا من بطش فرعون. لما لحقت القضيه بحر امامهم، الماء امامهم، وفرعون وراءهم، كيما رانا نشوف فيها احنا دركا، مغلوقه مغلوقه مغلوقه، ما كاش كيفاش كيش تقول لي ربي يفرج، مغلوقه منا بيطون منا بيطون، من فوق بيطون من تحت بيطون منا بيطون، كيفاش تقول لي ربي يفرج؟ وراح شي يفرج واش يفرج؟ راح يدير لي باب تاع في البيطون، مين ربي يفرج؟ حنا نتعاملوا مع ربي بالعقل تاعنا بالمنطق تاعنا، وربي على كل شيء قدير، وحنا مانيش دايرين على كل شيء قدير، انا نقول له ربي انت ما تقدرش البيطون، انا قدرنا دايرين، رانا دايرين ربي كيما حنا، على هذيك مانيش تايقين فيه. ولذلك موسى كيرفد هذاك المستوى تاع الايمان وشاف باللي هذيك الحيه، ربي عاود ارجع عصا وقال لي روح انا ندبر امري معاك، فهم باللي الامور كلها بيد الله. كي مشى 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 لقى البحر امامه، ولقى شكون موراه؟ فرعون مع الجنود، يعني قوه غاشمه كما لو صاير خاوتنا في غزه في الحدود المصريه، طاغيه يستنى فيهم في مصر، وزيد على ذلك الناس اليهود الصهاينه قتلهم الله ومن عاونهم قاعدين يحشروا فيهم ساكن في مع الحدود تاع رفح، وراهم حابسين مساكن تما في ذلك المكان، نسال الله ان يفرج عليهم كما فرج على موسى ومن معه. هذاك اللقطه هذيك الناس اللي كما انا وانتايا اللي ما عندناش ايمان قوي، نشوفوا غير الماتريال، نشوفوا غير الحسابات الدنيويه، شافوها كامل بيطون، قالوا له كيفاش العدو وراءنا والبحر امامنا، تفرت، قالوا كلمه انا لمدركون 100% كما قال الاخر 100% تفرت فينا متنا. علاش؟ ام يشوفوا في الدنيا برك، نساو بلي كاين ربه ويتصرف الامور، يعني ماديا ما كاش حل، يعني ماديا ولا ما كاين حل، البحر قدامك وفرعون وراك، سما ميت 100%. موسى تما جات الحكايه تاع الافعى، بلي ربي قال لي اني معك، وقال لي بلي انا سيطر على كلش، وانا ربي نعرفه، إذن راح يفتح، قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين، وكان جينا احنا معاهم نقول له يا موسى انت راك في عقلك، وراه ربي وراه ربي، وري لي وراه ربي، ها البحر قدامنا وفرعون ورانا، يا راجل وراه ربي هذا، اسمع وراه ربي هذا. البارح يحكي لي واحد يقول لي انا بابا كفر هذه اليامات، قال له وراه ربي هذا اللي خلى الاولاد تاع غزه يموتوا، شفت كيفاش شفت المعامله كيفاش نتعاملوا، قال له وين راه ربي؟ هذو هكذا قالوا له، قالوا وين اننا مدركون، قالوا له، قال لهم موسى كلا ان معي ربي سيهدين، تم غير جا اليقين، هذا لازم اليقين يكون عندك انت، هذا اليقين يكون عندك 100%، ماشي تقول تفرج ان شاء الله، والله غير تفرج. نقول لك علاه، لانه ربي قال ان مع العسر يسرا، ما قالش ان مع العسر وعسر وعسر وعسر، قال ان مع العسر يسرا. اذا انا عندي اكيد حاجه كما كان السلف، كي تضيق عليهم يقولوا خلاص فرجت، ان شاء الله ما يقولوهاش. نقول لك علاه، لان وعد الله ما يسحقش ان شاء الله، 100% عندي ثقه فيه، ولازم تكون ثقه، هذه ثقه هي الصح، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لازم الان هنا موسى واش دار؟ كلا ان معي ربي سيهدين، قال له ربي خلاص كي فهمت الدرس افتح البحر على زوجه، ما دام فهمت الدرس، هذا هو الدرس الذي أراده الله منا أن نفهمه في حياتنا اليومية. شحال من حاجة تنغلق عليك وانت تزيد تيأس وتعاود تولي، كاين الناس نسأل الله السلامة والعافية، كي ربي يضيق عليه يبطل صلاة، يبطل، ولك على لأنه كان يصلي باش ربي يزيد له، وما عندهاش علاقة، ما عندهاش علاقة على بالك، لا علاقة بالعبادة مع فتوحات، ما عندهاش علاقة، كاين شيء امتحانات ربي راه مدبرها لنا في الحياة لازم نعرفوا نتعاملوا معها، هذا هو الإيمان. شفت علاش قال الرسول عليه الصلاة والسلام وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك شكون اللي يصيبك به؟ الله، لم يكن ليخطئك، شكون اللي أخطأك أخطأ عنك الأمر؟ هو الله، ما دامت راي عنده في الخطأ والصواب راي عنده، أنت لازم تكون عندك إيمان كبير به. من هو اللطيف؟ الله، هو الذي لطف بيوسف عليه السلام، يوسف رموه في البير، اجتمعوا
عبوك على رموه في البير، رموه في البير. انا وكان طيح لي في التفسير ندير لهم لمسه جزائريه في التفسير، ندخل في التفاسير ونكتب نقول لهم رموه في البير باش ينحيوها من كارني فامي. هذه هي غاروا منه. تسمى يوسف عليه السلام غاروا منه خاوته، قال لك هذا لازم نحيوه من كارني، هذا يحبوا بابانا، تسمى لازم نشوف نحيه من الميدان. وشحال فينا الحسد في بيناتنا الان، وشحال من واحد يحسد خوه ويمكر له، يبدا ينكر. لحقوا الناس للسحر في زمن، رانا في 1445 هجري 2024، وين كان التطور تاع التكنولوجيا كذا، زدنا حنا ديغرادينا ولينا السحر بقوه ولينا. علاش زاد قوى الحسد؟ قال لي واحد الجهل كثر. لا ماشي الجهل، قوى الحسد زاد بزاف، والتنافس على الدنيا زاد، والانتقام والحقد زاد. علاش انا نسحرك؟ حاجه من الزوج، يا يعني نحقد عليك درت لي حاجه وحب نكويك نخليك حياتك كامل وانت معوج، يا انا يا راني غير منك والنعمه اللي عطاها لك ربي مانيش حابها تبقى فيك، حسدتك. يا حسد يا حقد، رايحه كاع في الحال. اذا الان انا كي نتعامل معك بهذيك الطريقه راني ماني على فساد، رانا نمشو فيه من فساد، رانا نمشو. ولذلك الان شوف يوسف عليه السلام خاوته من حسد، قال لك حنا نحيوه من العائله. كيفاش نحيوه؟ ندوه نرميوه مع الاول، تدبير الاول، الخطه الاولى بلون ا ليموت، بلون بي نطق واحد سخره ربي عز وجل قال ما نقتلوش، واش نديرو؟ نرميوه في بير ونخليه، بالك يجوا ناس يديوه يموت ياكلوا الديب. المهم حنا ماشي واش يموت، نتهناو منه وخلاص. المهم حنا تهنينا منه، انت تعطيك قلبك خوك صغير طفل صغير ما يعرف والو، ترفدو تديه نتايا ترميه في بير وتروح وتخليه. درجة الحسد عالية كانت. الآن كرماوه داروا خطة ولا ما داروش خطة؟ النهاية وش كانت؟ ما بين يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، وما بين يوسف يرى في الحقيقة أنه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ما بين هذيك وهذيك كانت طيحة ونوضة شحال من لطف الله به. مع الأخر وش انتهت الأمور؟ وزير المالية الملك تحت يده، قصر الحشم يأمر وينهى، يا ربي مكلوا واعطالوا مكانة كبيرة جدا وجابهم تحت رجليه. هل هما كرموه في البير؟ رموه في البير. لو كان جا واحد قال لهم على بالكم كي يحترميوه، انا على بالي واش راح يصرى، راح يولي وزير، يرميوهش. اذا شحال الناس حسدوك، وشحال الناس مكرولك، وشحال الناس خدعوك، وشحال الناس جبدوا بك البساط باش يطيحوك، زدت انت وقفت، زاد ربي رفعك. لان الامور ماشي بيدهم، الامور بيد من؟ مولانا سبحانه وتعالى. لذلك ربي عز وجل قال لك ولا يحيق المكر السيء الا باهله، ليحفر حفره يطيح فيها. اذا انت علاك مقلق؟ ما دام ربي قال لك كامل الناس اللي يمكروا لك انا نعاود نرد عليهم، ترتاح. لا يحيق المكر السيء الا باهله، شكون يرجع المكر على اهله؟ الله سبحانه وتعالى. اذا يوسف عليه السلام هذيك المكر اللي صرالو، طفل صغير ما يعرف والو، رموه في بير. هذيك الخطوة لو كان يوسف يعرف يقول أنا زهري. شو زهري؟ أنا تربيت وحدي، والدي ما كاش، شوف الزهر اللي عطاه لي ربي. وهذاك الزهر هذاك اللي يحكي عليه الإنسان اللي تسب فيه أنت دركا، هو عبارة عن خطوات راح ترجعكم بعدها حاجة أخرى. ما تولي وزير المالية كما هو، بصح راح تولي في حاجة ربي يرفعك. لذلك الله لا يمنعك إلا ليمنحك، ولا يوجعك الا ليرجعك. شحال من ربي وجعنا في الدنيا باش نقولوا ليه؟ وانا نقول لك 99% من المساجد امتلأت بالناس الذين جابتهم المصيبه للمساجد. جابته المصيبه، ربي غلق عليه، خرجهم الخدمه كذا، جاء عاود ولا بدا يصلي حكم بلاصتو. لو كان قعد المال يزيد ما يجيش يصلي. كاين ناس فقروا ولا يصلوا، كاين ناس مرضوا ولا يصلوا، كاين ناس يقولوا طبيب يا ركب كذا حبس هذه وروح تحكم بيت الله عز وجل، جاي يصلي. احنا ناس كامل جابتنا البلايا بيت الله، يعني نعمة من الله، نعمة أن البلية ترجعك الرب سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان. الإيمان أن تعرف أن الله يتصرف في كل شيء، وأن الله بيده كل شيء، ليخفض هو الله وليرفع هو الله، هو يؤتي الملك من يشاء ويمنع الملك ممن يشاء، ينزعه ممن يشاء. الله عز وجل هذاك المريض اللي تشوفه برا يمشي ما عندوش رجل ما عندوش يد، اعمى ناقص معوق كذا، هذاك اللي تشوفه يمشي على عربه في طريق وانت لاباس عليك، دير بالك باللي كنت قادر تكون كما هو.
اسأل سؤال لنفسك، قل أنا وش نسوى بالنسبة له باش أنا ربي يعطاني العافية وما عطاهالوش، وش نكون أنا، وش نكون، ماشي تكون ربي يعطالك وخلاص هذا مكان. إذن تحمد الله وتولي تستحي، تستحي من الصحة والعافية اللي عطاها لك ربي أنك تعصيه. هذا هو الإيمان. أنا أعطيت لك النبذة، نبذة، مازال ما تكلمتش على الإيمان، تكلمت لك على طلة طلة. ذوق شوية الإيمان، ذوق برك باش نذوقك الإيمان بهذه الكلمات، باش تعرفش معناتها كلمة آمنت بالله مش صغيرة، مش صغيرة، حاجة كبيرة كبيرة. خلاصتها يا إخواني الكرام هو أن تتعرف على الله وتتعامل مع التعرف على الله، تتعرف شكون هو ربي وبعدين وين يتعامل معاه. بلي ربي أنا في يوم من الأيام نجاني، ربي عز وجل في يوم من الأيام رزقني، في يوم من الأيام وأيام طويلة وطويلة طويلة يأويني ربي ويوكلني ويشربني وما بتبرى والحمد لله. هذا تعرف بنعمه سبحانه وتعالى. وكنت تقرأ في قلتك في الشخصيات في القرآنية تشوف العجب. أيوب مرمي لوحة 17-18 سنة مرمي مرض يأس منه جميع الأطباء، أرماوه في مكان وخلاوه حتى دود كما يقولوا. أيوب عليه السلام وش قال؟ يعرف الله، عارف بلي هذا المرض هذا راه عطية من الله، استحى حتى باش يقول ربي يشفيني ويجوز، ولكن قيمة الأنبياء هذه حاجة كبيرة. قالوا ربي إني مسني الضر، أناني مضرور، قالوا انضريت، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كش ما قالش فيني ما قالش، يعني مش معناتها أنت أرحم الراحمين، معناتها إذا كان راك شايف باللي كي تخليني مريض هذيك هي الرحمة خليني مريض، وإلا راك شايف باللي كي تبريني هذيك هي الرحمة بريني. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، لأنه كان عنده مشكل حتى عائلي، كانت عنده مشكلة عائلية، عاود ربي يصلح له زوجته ودراري وكذا، عاودوا تولت العائلة كما كانت وبرا وعطاله ربي الجمال ولا في صورة حسنة. بمجرد معاملة مع الله ربي يحسن لك الأحوال، تعرف تتعامل معاه. شحال من إنسان دقدقنا في داره وما دقيناش الباب تاع ربي، نسيناه، لأنه أنا دايرين باللي العبد اللي يمد ماشي ربي اللي يمد. وشوف أيوب عليه السلام، وشوف كذلك معاه ذو النون يونس عليه السلام في بطن الحوت، عارف أن هذاك الحوت 30 متر الحوت، ابتلع يونس عليه السلام. يونس راه في بطن الحوت، بطن الحوت عندنا حنايا عملية منتهية، بلعوا الحوت وش تزيد؟ عندناش، خلاص راح إنسان هذا. هو بالنسبة ليه عنده يقين في رب العالمين، كما موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، نفس الشيء يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كون جينا إحنا نقول وش راك تدعي؟ راك في بطن الحوت خلاص تبلعت أنت، ما كاينش حكاية أخرى، ولا وش راح يبعثك ربي لي بومبي تاع 2024 يسلكوك؟ ما كاش، ما كاش اللي يدخل يسلكك، ما كاش. يونس عليه السلام علم أن ذاك الحوت كان وحده مسيطر عليه هو الله، وعارف بلي كل حاجة تحت يد الله، إذن يقدر، يقدر نتصل به، يقدر، قادر. أنا نشوف فيها بلي أنت تقول لي ماشي قادر، بس أنا نعرف ربي على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأحاط بكل شيء علما، إذن لازم نتصل به. إذن دار اتصال مباشر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عبكم وش دار ربي؟ أوحى إلى الحوت قال له كاين واحد العبد وتحتك أكبالعو، تروح تديه تمشي توصله. تحول الحوت من حيوان مفترس إلى وسيلة نقل، يعني غواصة رفضت يونس عليه السلام وداه إلى شاطئ. سمى الحوت على حق الشاطئ وحلف أمور وقال له خلاص مش حيوان مفترس. يعني كاين أمور نقدر نقولها بواحد الطريقة واحدة أخرى، أنه أنت يا واتصالك مع الله، أنت عارف كيف تتصل مع الله. يعني معناتها أنا كي سمعت هذا الكلام تاع يونس عليه السلام وغيره، معناتها ربي يقدر يحول الدنيا على جالك، يبدلها، يبدل كامل القوانين، تتبدل. حوت مفترس يولي غواصة يوصلك، وإنسان ما يولدش عجوز، شيخ وعجوزة، زكريا مع زوجته وقد بلغت من الكبر عتيا وكانت امرأة عاقرا، من يجوني الأولاد هذا؟ قالوا ربي عز وجل، قالوا ربي سبحانه وتعالى ذلك علي هين، عليك حاير، أنا الرب، أنا أتصرف في كلش، عليك حاير
وعطالوا ربي بعد ذلك الأنبياء، مش الأولاد، أنبياء عطالوا. لهذا اتصالك مع الله بحسب معرفتك به، وتولي ترتاح في القضاء والقدر، وتولي تعرف كيش تعامل مع ربي. ضاقت نعرف ربي، أنا أني نعرف ربي كي نطيح في الضيق وش يدير لي، لازم دوكا أو يحتاج الأمر إلى أني نتصل به. كي ضيقها غلقها لي وقال لي اتصل بيا، دوك نروح نتصل به، نروح نتوضى ونركع ركعتين ونبكي ونقول له يا الله، أو نكثر استغفار لعل كاين ذنب راه حال بيني وبين الفرج، ونكثر التسبيح لأن التسبيح في بطن الحوت خرج يونس، نسبح، ونكثر لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله هي اعتراف من العبد بأنه ما عنده حول ولا عنده قوة، وأن الأمور بيد الله. وربي كان يستنى منك درك الحكاية هذه كامل، المصيبة هذه اللي نزلت كامل، باش يقول لك اعترفتوا بلي انت ضعيف وانا غني، انت تقول لا حول ولا قوه الا بالله، يقول لك هاي خلاص راك نجحت في الدرس، نفرج عليك. اذا مساله دروس، مساله نظره دقيقه في الايمان. واما الاستقامه هي التي تنتج في المعامله، ثم استقم تجيك من الايمان هذاك. استقامه نلخصها لك في حاجه في الدروس، احنا طولنا عليكم سامحونا. الان الاستقامه هي عباره عن دين كامل تديه كامل. استقامة ماشي عبادة في الجامع وتخرج برا تطغى، استقامة هي دين فيه عبادة ومعاملة، أخلاق حسنة، تاجر مخلص، بار بوالديه، محسن مع الجيران، إنسان طيب كلامه جميل، وفي نفس الوقت يصلي. سما أني نصلي وبرا إنسان واحد آخر، هنا ديك نصف الدين. قل إن صلاتي ونسكي هذو عبادة، ومحياي ومماتي هذو معاملة لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي في أربعة لله رب العالمين. إحنا دركة وش أنا نديرو؟ قل إن صلاتي ونسكي، نصلي نحرص الصف الأول ما يصحليش في الأول، الثاني ما شاء الله الرواتب، صيام اثنين خميس ستة من شوال، نقرأ قرآن، ختمت شحال ختمة، وكيجي رمضان قلبي هكذا يتحرك على مكة، وكيجي الحج هكذا قلبي يتحرك على مكة، وانا انسان ما شاء الله نصلي وربي، وقتاش تراويح وقتاش تهجد وقتاش يدن المغرب وقتاش يدن العصر، فهادو ما شاء الله. هاي روح اشوفك في السوق واش دير، هاي تشوف السوق مغشوشة هذيك، إيه انا شريتها هكذا واش حبيتني نخسر؟ بصح راك تبيع الغش للناس، إيه بصح انا شريتها هكذايا، كيفاش انت حجاج نعرفهم، انا نعرفهم حجاج، بلحيتو سيارة جابها مقسومة عاود بحال، قلنا له علاه تخدع الناس؟ انا باعوها لي هكذا، تبكي ما تبكيش يما، او مشيت قلت لنا مكه وانا القلب تاعي ترعش كذا، او كيف هذا؟ سما شفت كيفاش نوليو؟ بعدا كي تروح ليه واحد اخر ثاني نفس الشيء، كل عام هكذا الحج والعمره كذا، مانيش نعير على الناس اللي حجوا يعتمروا، اني نقول لك باللي لازم ما نديروش نص وخلو نص، الصلاه والحج والعمره والصيام هذوما لازم نديروهم، واللي راه يدير هكذا استعرب به جزاه الله خيرا. صح ما تديش غير هادو تخلي الاخرين، وتولي لنا شيطان في جهه اخرى، دوك انت هادو كامل راك دير فيهم، ومن بعد كيروحوا ليه يقولوا يا فلان شوف انت راك مضارب مع زوجتك، اين تحكموا للشرع؟ قول لي ما تقول لي لا شرع لا دين لا ربي لا والو، انا كي نقول هكا انا دير هكا، ما كاينش تدير هكا، ماشي كنت تصلي معانا قلت لي سنا شدي بلاصه دوك نجي نتوضا ونولي، ماشي انت هو، لا لا الله اكبر داخل الجامع برك، كي نخرجوا نولي انا الله، انا هو الله، نولي انا اكبر، تقولي انا هكذا داير، انا هكا، انا نحب هكذا، انا ما هذه ما تقوليش فيها، انا دوك نروح نستفتي هذاك، هذاك على بيبليح يقول لي حرام، اروح عند هذاك، هذا هو الله اكبر، ماشي اكبر، الهوى تاعك هو اكبر هنا. هنا الاستقامه تبدا، تبدا كي يبدو كلش، كلش، واش قال لك ربي دير؟ في معاملتك مع والديك، مع الجيران، مع كذا، كاين الله اكبر، الله غالب، هو سبني، انا اني صايم، اني صايم. لي قلت عليه الله اكبر في الجامع؟ قال لي قل اني صائم، ما نقدرش نروح ندار معاه، بس احسب لك يماك جبد لك اختك كذا، اني صائم، ربي قال لي ما ندارش معاه، في نهار رمضان ما ندارش معاه. حنا برا انا جاي عندكم دركا ضربوا زوج درك هنايا في باب الواد زوج، والله غير كفريات كامل واش كاين من الطرفين، يعني باش تقرب تسلك هكذا تخاف، تخاف كش ما ربي يضربنا بكش رعده ولا تخاف، كفريات كامل واش كاين. قول لك منين جا الكفريات؟ منين جاوا؟ منين جو من الإنسان الضعيف، ضعيف لدرجة كبيرة ما عنده حتى قوة، باش يبين واش يدير، يكفر باش يقولك بلي أنا ربي وراني نسب فيه، تسمى أنت نقدر ندقلك، هو ضعيف ما يسوى والو، ما يسوى حتى حاجة. على ذيك يسب الله تبارك وتعالى في نهار رمضان،
نسب الله عادي عادي عادي. وحنا من بعد نقولوا الشيخ هذاك اللي صبر بيعبك من بعد واش يدير؟ يعيط لك يقول لك عبك كنت نمشي مور واحد الكاميو وبعد تخرج واحد الغبار تخليه هنايا حسيته هنايا فاطر ولا صايم؟ يا ولدي انت واش مفاطر ولا صايم انت؟ انت واش مفاطر؟ ومن بعد هذاك الانسان تلقاه اللي يقول لك انا مكانه كيشوفها في التلفزيون انا نحب نبيع الكليه تاعي على جالها نروح ليها، انا نولي هكا ندير كيشوف مكانايا. ومن بعد كتلاقى معاه في الحج، تلاقى معاه في الحج تقول له يقول لك عبك انا حكيت منها طحت لي شعره تسمى الاحرام نعاودو ولا ما نعاودوش الحج وكذا منا. ومن بعد ضربت الله تقول لك هذاك يسالو 5 ملاير كلالي في 5 ملاير. تسمى التناقض صرنا حبينا نكاموفيو روحتينا بماذا؟ بالعباده. هي العباده مليحه والناس اللي يعبدوا الله جزاهم الله خيرا والناس ما شاء الله طيبين، بصح العيب فينا. نعم الرجل لو كان يقيم من الليل. قالوا له ان عبد الله بن عمرو رجل طيب شاف رؤيا شابه وكذا جات زوجته حكت له النبي عليه الصلاه والسلام قالت له هذا وليد خويا راه انسان ما شاء الله شاف رؤيا باللي راه في الجنه وكذا وكان راح يدخل للنار وجبدوه منها وداوه الجنه عبد الله بن عمرو بن العاص. قال لهم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني مليح تذكر عيب تاع واحد باش تكمل له. اذا الان حنا ماشي كامل الناس دايرين هكذا وماشي كامل الناس اللي يعبدوا ربي دايرين هكذا، بالعكس اللي يعبدوا ربي جلهم ناس ملح جلهم ناس طيبين. لان افضل الناس في الحومه هذه شكون هما؟ اهل المسجد. كيما رانا تشوفين هكذا معوجين في الجامع احنا المخيرين تاع الحومه. ما نقولكش روح للبار تلقى الناس المخيرين ولا اللي هذوك اللي يلعبوا الدومين هما المخيرين ولا الناس اللي يقمروا هما المخيرين. احسن الناس هما العباد واحسن افضل الناس اللي يروحوا الحج والعمره. بصح العيب اننا نفهموا الاستقامه في النص هكذا ضاربين غير نص برك. ومن بعد العبادات مع والديه كذا انسان واحد اخر كاع. وهذه الاستقامه استقامه مزيفه، نسال الله السلامه والعافيه.